يقول الكاتب العالمي ميلان كونديرا الذي رحل عن عالمنا منذ أسابيع قليلة في روايته الجهل: يعيش الكائن البشري بشكل متوسط حوالي 80 عاما، وبحساب هذه المدة يتصور كل شخص حياته وينظمها. ما قلته الآن يعرفه الجميع، لكن ما ننتبه إلى أن هذا الرقم الذي حدد لنا ليس مجرد معلومة، بل يشكل جزءا من تعريف الإنسان نفسه. إن ذاك الذي يستطيع أن يعيش بكامل قواه زمنا مضاعفا ولنقل 160 عاما لن ينتمي إلى نوعنا نفسه، لن يبقى شيء كما كان في حياته، لا الحب لا الطموحات لا شيء. إذا عاد مهاجرا بعد 20 عاما من العيش في الغربة إلى بلده الأصلي وأمامه 100 عام أخرى، فإنه لن يشعر بلهفة العودة الكبرى، وربما لن تكون بالنسبة إليه عودة، بل مجرد جولة من جولات كثيرة يقوم بها على امتداد مجرى حياته، لأن فكرة الوطن ذاتها بالمعنى النبيل والعاطفي للكلمة مرتبطة بحياتنا القصيرة نسبيا، والتي تمنحنا وقتا أقصر كي نتمكن من التعلق ببلدان أخرى ولغات أخرى. وبمناسبة البلدان، فإنه لا يوجد أجمل من مصر ولا أجمل من ناس النهر الذين عبر عنهم معرض الفن التشكيلي يحمل رسالة تحية إلى أهل الجنوب، وأخذ اسمه من رواية ناس النهر للكاتب النوبي حجاج الدول. وقد تجولنا في هذا المعرض بين لوحات ثلاثة من الفنانين، هم الدكتورة ميرفت شاذلي هلالي والفنان علي المريخي والفنان محمد الشنقرابي. أهلا بكم في أطياف. في البرنامج النهارده بنستعرض عدد من الفعاليات الثقافيه وعدد من الفعاليات الفنيه وكرات سواء الشعب العربي او الشعب التركي، كلهم بيجتمعوا على الاستماع للموسيقى بمشاعر واحده. الباحث بيتناول بالتفصيل قضيه حظر مصطفى كمال اتاتورك للموسيقى التركيه الكلاسيكيه في الاذاعه التركيه، وردود فعل الاتراك على هذا القرار، وبالتالي توجههم للاستماع للإذاعة المصرية وتعلقهم بأصوات عبد الوهاب وأم كلثوم، الأمر اللي أدى إلى انتشار الأفلام المصرية في تركيا في الأربعينيات، وده اللي خصص له الباحث فصل كامل للحديث عن تأثير الأفلام المصرية في تركيا. إلى جانب ده، في فصل حوالين أبرز اللقاءات الصحفية اللي أجرتها الصحافة التركية مع المغنيين العرب ونزلت وانتشرت في المجلات التركية. كمان في فصل عن رحلات المطربين العرب إلى الأستانة زي عبد الحمولي ومنيرة المهدية وغيرهم، وكمان رحلات الموسيقيين الأتراك للبلاد العربية لإقامة حفلات موسيقية أو لتدريس الموسيقى في معاهد دمشق وبغداد والقاهرة. الحقيقة إن الكتاب ده كتاب سري ومليء بالوقائع المهمة والمؤثرة اللي بتثبت دايماً إن الموسيقى هي جسر ما بين الشعوب. وبمناسبة حديثنا عن الكتاب، هنشير إلى مبادرة جادة وهادفة بعد ما أصبحت مسابقات القراءة ذات حضور كبير، وبتزداد أهميتها كمان لما تكون موجهة ومحفزة لطلبة المدارس، لأنهم في السن الصغير بيكونوا محتاجين للتشجيع والتحفيز على القراءة، وده الهدف من وراء مبادرة
أصفار أقرأ اللي أطلقها هنا في مصر هذا العام مركز إسراء من المملكة العربية السعودية في محاولة لتحفيز الطلبة من كل الوطن العربي على القراءة، وفرصة الاشتراك في هذه المسابقة مستمرة حتى 31 ديسمبر هذا العام. ومعانا على الهاتف الأستاذ سامي البطاطي مطور البرامج في مركز إسراء علشان نتعرف على المسابقة أكتر ونشجع أولادنا إنهم يشتركوا فيها. ألو؟ ألو أستاذ سامي، أهلا بحضرتك معانا في برنامج أطياف. شكرا وسعيد بهذه الاستضافة. احنا بنشكر حضرتك على هذه المبادرة وبنشكر مركز إسراء وبنتمنى دايما تشجيع أبنائنا على القراءة، وكنت عايز أعرف من حضرتك معنى اسم المبادرة. في البداية أسفار أقرأ هي فعالية ضمن فعاليات برنامج إسراء القراءة أقرأ الذي أطلقه مركز الملك عبد العزيز الثقافي العالمي إسراء في 2013. طبعا لما بدأ البرنامج بدأ كمسابقة في المنطقة الشرقية في السعودية، ثم كانت المسابقة تتسع عاما بعد آخر حتى اتسعت في العام الماضي إلى العالم العربي كاملا. وهي مسابقة كما ذكرت موجهة لكافة الطلاب والطالبات في الوطن العربي. دي الفئة المستهدفة، يعني هي بتستهدف الطلاب المدارس. صحيح، لكن بالنسبة لطلاب الوطن العربي فهي تستهدف يعني طلاب الجامعات وكذلك طلاب المدارس من 15 سنة وفما فوق. طبعا أيضا المسابقة تقيم عدد من الفعاليات، من ضمن هذه الفعاليات فعالية أسفار أقرأ. وبالمناسبة يعني الاسم بما أنك سألت عن هو يجمع معنى السفر الكتاب والسفر، لأننا في هذه الفعالية نقيم عدة يعني منصات ثقافية في عدد من المدن العربية، منصات تستضيف الكتاب والمفكرين والأدباء لمناقشة يعني قضايا القراءة والكتابة ولتشجيع كذلك المجتمعات على القراءة. وكانت البداية في هذا العام في القاهرة طبعا لما تمثله مصر من ثقل ثقافي كبير جدا، وهناك يعني عدد كبير من الكتاب والقراء في مصر. وكنا قد بدأنا بالمناسبة يعني عقبنا مثل هذه الفعالية في العام الماضي، وكررنا أيضا هذه الفعالية الآن في هذا العام لما تمثله مصر من أهمية كبيرة جدا في هذا المجال. أستاذ سامي، هل في شروط معينة للاشتراك في المسابقة؟ طبعا المسابقة كل ما تتطلبه من الطالب أو القارئ والقارئة أن يختاروا كتاب أو رواية من اختيارهم، ثم يكتبوا مراجعة عن هذا الكتاب. المراجعة ليست ملخصا للكتاب، هو يلخص الكتاب ويذكر أيضا رأيه عن الكتاب، ما الذي أعجبه. مهمة مسألة الرأي، مهمة ده أن يكون ليه يعني كمان القارئ يطرح وجهة نظره، ما بيبقاش مجرد تلخيص. صحيح، يعني نحن نبحث عن قارئ فعال وليس قارئ سلبي يتلقى فقط ما يقرأ دون أن يختبر ما يقرأ دون أن يقدم رأيه ويطرح. لذلك تقديم يعني مناقشة أيضا الكتاب وتقديم ذلك في المراجعة هي من ضمن الأشياء التي نركز عليها في المسابقة، ويتأهل بناء عليها القراء إلى المراحل اللاحقة. أستاذ سامي، المشتركين في المسابقة إزاي هتوصل ليكم أعمالهم؟ يعني هل في إيميل معين؟ هل في موقع معين؟ بحيث إحنا عايزين نشجع مشاهدي برنامج أطياف إن هم يشجعوا أولادهم على الاشتراك في المسابقة. طبعا هناك موقع للمسابقة iReadAward.com، ومن كتب يعني في محركات البحث مسابقة أقرأ سيظهر له الموقع في يعني محركات البحث. احنا كمان هنكتب الموقع بتاع المسابقة واللي ممكن نتواصل عليه مشاهدي أطياف بحيث انه هيكون موجود، وده شيء هيكون هيسهل عليهم هذا الأمر. نحب كمان نقول لهم ايه الجوائز. طبعا المتسابق لما يسجل ويقدم كتابا من اختياره ويقدم مراجعة له، تمر هذه المراجعات والمشاركات لعدد من المراحل، تمر بتصفية أولية، ثم بعد ذلك يمر المسابق بمرحلة المقابلات الشخصية. تكون هناك لجنة تقابل هؤلاء القضاة، تسألهم عن قراءاتهم، تتأكد من استيعابهم للكتاب الذي قرأوه، تختبر مهاراتهم في التفسير والنقد والتحليل وغيرها، حتى يتأهل أفضل 50 قارئ وقارئة
إلى ملتقى إطلاعي. هذا الملتقى بالنسبة لنا هو جوهر المسابقة، حيث يمكث القراء داخل إسراء لتكفل بحضورهم إلى المملكة العربية السعودية وإلى مكتب إسراء في برنامج مكثف لمدة أسبوعين من الساعة يعني كده عنوان المسابقة بيتحقق إنه المجموعة من الفائزين اللي هي نقول مش هتبقى بقى قائمة قصيرة، لكن ده عدد يعني 50 مشترك من اللي هيكونوا أحسن قدموا أحسن ملخصات هيزوروا المملكة العربية السعودية، فيبقى يتحقق لهم كمان إلى جانب القراءة السفر. صحيح وأيضا يعني فرصة مقابلة قراء من مختلف يعني دول العالم العربي، أن يلتقي القارئ المصري بالقارئ السعودي بالقارئ المغربي السوري اللبناني، وهذه المعايشة تثري تجربة المشاركين بشكل كبير جدا، وهي أحد أهم أهدافنا في هذا البرنامج. نحن نسعى إلى تمكين الشباب المبدع في مجالات المعرفة والقراءة، إلى إطلاق الإمكانات البشرية، إلى اكتشاف مواهبهم، تطوير قدراتهم ومهاراتهم في حقوق الفكر والأدب والثقافة والابتكار وغيرها. فالملتقى يحقق هذا الهدف بالنسبة إلينا، حينما يأتي القارئ لمدة أسبوعين في برنامج مكثف مع نخبة من القراء المميزين في كافة الوطن العربي، نحن نمكن هؤلاء القراء من خلال العديد من البرامج والفرش والحلقات النقاشية المتنوعة. طبعا هم أيضا خلال هذا الملتقى الذي سيمكثون فيه لمدة أسبوعين مطالبين بعدد من المهام، منها كتابة نص إبداعي سيتنافسون عليه في آخر الملتقى، وسيتأهل من هذا الملتقى أفضل 10 قراء إلى الحفل الختامي، وفي الحفل الختامي ستكون هناك يعني مكافآت مادية للفائزين، وكذلك سيكون هناك تكريم للمعلمين والمعلمات الذين ساهموا في تشجيع طلابهم على القراءة. أيضا ستكرم أفضل مدرسة أو جامعة شارك من خلالها أكبر عدد من الطلاب والطالبات. أستاذ سامي، هذه المبادرة يعني برنامج أطياف بيدعمها وبيشجعها، وبنتمنى أن كل مشتركينا يشجعوا أولادهم على الاشتراك فيها، لأن بالتأكيد هتكون ليها فايدة كبيرة، لأن نحن حريصين دائما على الأجيال القادمة وحريصين على انتشار القراءة. في نهاية المداخلة بشكر حضرتك أستاذ سامي، وبنتمنى دائما الازدهار لمثل هذه المبادرات اللي بتدعم الأجيال الجديدة. شكرا لك، وانا سعيد جدا بهذه الاستضافه، ودور الاعلام مهم جدا ايضا في نشر ثقافه القراءه، فشكرا لكم. شكرا لحضرتك، وطبعا الاجيال الجديده هي الامل لبكره، والحقيقه ان طول ما الاجيال الجديده بتقرا وطول ما الاجيال الجديده بتسمع ومهتمه بالادب وبالفن، مهتمه بالمسرح، مهتمه بكل المجالات الفنيه، فدايما هيكون في امل. وبمناسبه المسرح اللي هو ابو الفنون والجسر الاول اللي بيربط ما بين الادب والفن، فان المسرح شهد في الايام الماضيه حدث مهم جدا، وهو افتتاح مسرح السامر، المسرح اللي قدم دور مهم في الستينيات، والمسرح ده تم افتتاحه بعد تطويره، وكان بدايته عبارة عن مبنى بسيط مغطى بخيمة تشبه خيمة مسرح البالون على كامل مساحة أرض السامر، وافتتح لأول مرة في السبعينات في 9 سبتمبر عام 1970، وصدر قرار من سعد الدين وهبة عام 1971 بتشكيل فرقة السامر بقيادة المخرج عبد الرحمن الشافعي كمدير فني، وبعدين توقف المسرح عام 75 تأثرا بحريق في خيمة المسرح البالون والسيرك القومي، لكنه عاد مرة تانية في عهد الرئيس السادات أيضا في عام 78 لتواصل فرقة السامر نشاطها بعرض عاشق المداحين زكريا الحجاوي، وتسمى المسرح بهذا الاسم مسرح عاشق المداحين زكريا الحجاوي، واستمر حتى حدوث زلزال عام 1992 وتوقف على أثره بسبب التصدعات اللي أدت إلى تلفيات و هدم بعض أجزائه، وفضل المسرح على هذا الحال حوالي 30 سنة لحد ما تم وضع حجر الأساس لتطويره في نوفمبر عام 2021، وتم افتتاحه كصرح ثقافي فني مهم يضيف الجديد للحياة الفنية في مصر. خلينا نشوف التقرير التالي عن الافتتاح الجديد لمسرح السامر اللي بنتمنى انه يكون بؤرة أمل وفن جديدة، ومن بعده هنروح لفاصل ونرجع علشان نتكلم عن القاهرة التاريخية
ومعانا ضيف وشخصية عزيزة، الدكتور محمد الكحلاوي، أستاذ الآثار والعمارة الإسلامية بكلية الآثار جامعة القاهرة، ورئيس المجلس العربي للاتحاد العام للأثريين العرب، وحديث مميز عن الآثار الإسلامية ومشروع تطوير القاهرة التاريخية. تدشين بداية التطوير في عام 2021 لأنه مكان مهم جدا بالنسبة للناس المهتمة بالتراث الشعبي في الفنون المسرحية المختلفة. مسرح الشامل منصة لإطلاق العروض المسرحية الشعبية من جميع المحافظات اللي بتخرج منها الفنون التلقائية والشعبية، وطبعا بيساهم في تقديم المواهب الجديدة من جميع المحافظات في هذا المجال. هو طفرة وعلامة في الثقافة المصرية، إن شاء الله هيلاقي تنوير وشغله. نرجع تاني بذاكرة المسرح السامي للميت ليلة وللشغل المتواصل. 31 سنة المكان ده مغلق، اللي ساهم في ده بشكل كبير وكان سبب رئيسي في ان التطوير ده يحصل فهو الأستاذ هشام عطوة رئيس الهيئة السابق. احنا بنعمل ما يزيد عن 300 عرض مسرحي او 400 عرض مسرحي في السنة على مستوى اقاليم مصر كلها، فكله ده هيصب هنا. بدايتي كانت هنا، اصل المسرح في مصر كان بيلعب دور مهم جدا في الحركة المسرحية. في هذا المكان قدمت اعظم الاعمال، اعمال مجيدة، اليهودي التائه، بلدي يا بلدي. انا بدعو كل العائلات انها تجيب ولادها تنزل تتفرج على عروضه. اولا الاسعار بتاعت التذاكر بتبقى اسعار رمزيه قوي. العروض اللي بتقدم عموما على جميع مسارح الدوله هي عروض محترمه، نصوص مهمه، هيخرجوا متثقفين بيها. نرجو ان شاء الله ان نكون اضافه واضافه كبيره حركه النهارده لخدمه حركه الثقافه في مصر ومحافظة الجيزه خصوصا. يقول المثل الشعبي التعليم في الصغر كالنقش على الحجر، وهذا تحديدا ما حدث مع الدكتور محمد الكحلاوي، أستاذ الآثار والعمارة الإسلامية بكلية الآثار جامعة القاهرة، ورئيس المجلس العربي للاتحاد العام للآثاريين العرب، وعضو اللجنة العليا للتخطيط بمجلس الوزراء. فقد أثرت نشأته فيه فتعلم ووقع في غرام الحجر. كان والده المنشد الكبير محمد الكحلاوي يصطحبه معه للمزارات الدينية والمساجد الإسلامية التاريخية خلال حفلات إنشاده، فكان أول لقاء بينه وبين ذلك العالم الساحر الذي جذبه وتعلق به فظل بداخله حتى أصبح شابا، والتحق بمعهد الفنون المسرحية حتى يخرج أعمالا تاريخية إسلامية. ولكنه لم يكتفي بذلك، وقادته الصدفة للتعرف على كلية الآثار فقرر ترك المعهد والالتحاق بها، وهي صدفة يصفها دائما بالقدر الجميل. وبعد حصوله على ليسانس الآثار الإسلامية عام 1978، بعدها ماجستير الآثار الإسلامية من نفس الكلية عام 1981، سافر إلى جامعة روما لدراسة دبلوم المدرسة الشرقية، وبعدها عاد إلى القاهرة ليحصل على درجة الدكتوراه في الآثار الإسلامية من كلية الآثار جامعة القاهرة، ويستكمل مسيرته في التدريس، فظل بالكلية حتى عام 1992، كما عمل أستاذاً مشاركاً بكلية الآداب جامعة الملك سعود لمدة 6 سنوات، إضافة إلى عمل أستاذاً محاضراً وزائراً بالجامعات العربية والأوروبية والأمريكية. وبجانب عمله كأستاذ أكاديمي، ساهم محمد الكحلاوي في إنشاء وتأسيس اتحاد الآثاريين العرب عام 1997، وتولى مسؤولية الأمانة العامة للاتحاد منذ عام 2002. وعلى المستوى العملي قام بالعديد من أعمال الحفائر، منها حفائر قصر العيني وحفائر مدينة الزهراء الأندلسية، كما أنه شارك في عضوية عدد من اللجان كلجنة النشر العلمي ولجنة المحافظة على التراث المعماري المصري بالمجلس الأعلى للآثار،
ورشح من الحكومة المصرية كخبير لمنظمة اليونسكو في باريس بعام 2004 في القضايا الأثرية العراقية. كان له محطة مهمة في التلفزيون المصري فتحت له المجال لأن ينقل عشقه للآثار إلى عدد أكبر من الناس، واستغل كل فرصة لتثقيف المجتمع أثرياً، فألقى المحاضرات وحاضر في الندوات وكتب المقالات وشارك في التلفزيون عن جماليات الآثار الإسلامية وعبق التاريخ. لمحمد الكحلاوي أيضاً إنتاج علمي غزير في الدراسات الأثرية والتاريخية، فأصدر العديد من الكتب، منها كتاب آثار مصر الإسلامية في كتابات الرحالة المغاربة والأندلسيين، كتاب مساجد المغرب والأندلس في عصر الموحدين، وكتاب الحقيقة الدينية من منظور الفلسفة الصوفية، وشارك بمقالات عن طرز العمارة الإسلامية والمخطوطات في الموسوعة العربية العالمية. كذلك شارك في كتابة مادة الحضارة والآثار الإسلامية في مشروع مركز تطوير التعليم بوزارة التربية والتعليم من عام 1997 إلى 2001 وغيرها. مشاهدينا أهلا بكم من جديد، وفي ضيافتنا اليوم دكتور محمد الكحلاوي أستاذ الآثار والعمارة الإسلامية بكلية الآثار جامعة القاهرة ورئيس المجلس العربي للاتحاد العام للأثريين العرب، للحديث عن القاهرة التاريخية، القاهرة التي نحتفل دائما بتواجدها وتراثها ونحاول دائما الحفاظ على هذه الهوية الإسلامية والعربية بكل مجتملاتها. دكتور أهلا بيك معنا في برنامج أطياف. أهلا بيك يا فندم. دكتور، الحديث عن القاهرة لا يمكن أن يمل منه الإنسان. هذه العاصمة الإسلامية التاريخية. طبعا. القاهرة التاريخية بتمثل لحضرتك إيه؟ ده سؤال عايز أربع محاضرات، مش عايز برنامج واحد. حقيقة هو سؤال جامع مانع. القاهرة الحضرية أو القاهرة التاريخية أو القاهرة الأثرية، مش عايز أقول بس القاهرة الإسلامية، وإنما أقول القاهرة بما احتوته وبما جمعته من تراث حضاري إنساني لا مثيل له في أي حضارة أخرى. تمثل إيه كمان بالنسبة للبشرية للإنسانية والمسلمين؟ أنا عايز أقول إنها بالفعل القاهرة فيما في تكوينها العام، سواء تكوينها الجغرافي أو تكوينها التاريخي أو إطارها الجغرافي أو إطارها التاريخي، هي بتمثل وتجسد حالة فريدة بالنسبة للعواصم الحضارية في العالم الإسلامي كله. مش بقول كده عشان أنا قاهري أو بقول كده عشان أنا مصري، وإنما أنا بقول ده من خلال ما تحتفظ به من تراث مصر. القاهرة على وجه التحديد بتحتفي أو بتحتفظ بتراث لا مثيل له كما وعددا ونوعا، يعني عندها كم هائل، سلسلة متصلة من الآثار بتمثل كل العصور، دي مش موجودة في أي عاصمة. اثنين، نوعية هذه الآثار وتعددها واختلافها في وظائفها برضو مش موجودة في كل العواصم غير في القاهرة. بما أن احنا قاهريين، أحيانا من كتر ما بتعيش في المكان ما بتقدرش تكتشف تفاصيله ولا بتعرف أهميته ولا بتقدر تقدر هذه الأهمية. وإحنا في حضرة أستاذ الآثار والعمارة الإسلامية نحب نعرف إيه أهم مكونات القاهرة التاريخية اللي لازم إحنا كمصريين وقاهريين وكعرب وفي العالم كله ننتبه إلى أهمية هذه المنطقة. برضو سؤال يعني بيخليني أنطلق من جزئية مهمة جداً قد تكون شاهد عيان على عظمة هذا الشعب المصري في تكوينه وفي وحدته وفي تركيبته السكانية. هنشوف ان مجمع الأديان في مصر موجود فين؟ في مصر القديمة. نعم، فسطاط. طيب، بنتكلم عن 10 كنائس وكنيس يهودي. نعم، يعني مجمع كنائسي قدام ايه؟ قدام جامع عمرو بن العاص. ليدرك الجميع أن كل هذه الكنائس بنيت في حضن مسجد عمرو بن العاص. مين اللي سابق عن مين؟ الكنائس لاحقة على المسجد. نعم. وهذه الكنائس لم تجد مكانا آمنا مستقرا إلا المدينة الإسلامية ومسجد عمرو بن العاص. وكانت في أوقات أعياد الميلاد بتاخد المشكوات من جامع عمرو لتضيء الكنائس في أوقات أعياد الميلاد. دي دائما لحمة الشعب المصري. هي دي اللي عايز أقول، أقرأوا التاريخ من الآثار. نعم. لا تقرأوا التاريخ المكتوب لأن ربما يكون فيه نوع من أنواع المبالغة، لكن اقرأوا التاريخ من الآثار تجدوا أن التراث أو الأثري في مصر
معبر عن صدق وهوية هذا الشعب. ودي نقطة مهمة إن احنا محتاجين نكتب تاريخنا الإسلامي أو تاريخنا الحضاري من واقع تراثنا الأثري اللي احنا يجب أن نحافظ عليه. عشان كده بقول المنطقة اللي واقع قدام جامع عمرو دي كلها منطقة طرح نهر النيل، هو اللي وهب هذه المنطقة، ولذلك بنيت عليه هذه الكنائس لتتحلق حول المسجد. يبقى هناك لحمة ما بين المسجد وتلك الكنائس والكنس اليهودي بتبين تلاحم هذا الشعب من خلال تراثه. وفي نفس الوقت مجاورة لحصن بابليون، فأنت أمام يعني أقول إيه موطقة، متحف معماري مفتوح بيمثل فيه كافة أنواع العمارة سواء بيزنطية مصرية إسلامية. الآثار اللي موجودة في القاهرة ممكن يكون لها وجهين، الوجه الرسمي وفي نفس الوقت الوجه الشعبي، فإزاي التراث يعني المساجد مثلا الكبيرة اللي موجودة بتعبر عن أسماء الخلفاء اللي كانوا موجودين وأسماء السلاطين، في حين أنه في أثار وتراث بيعبر عن الروح الشعبية للمصريين. يعني ده سؤال مش عارف هقول لك ليه، سؤال معقد جدا، إن حضرتك جمعت ما بين حاجتين، يعني مين اللي راح لمين؟ هتبص تلاقي السلاطين هي اللي راحت للشعب. للشعب. ولذلك لما جيت بنت مبانيها ومنشآتها ألحقوا بيها أضرحة، عشان غصبا عن الشعب اللي ماشي سالك هذه الطرق يشوف الضريح يقرأ الفتحة، فما لو كان هو بيستعطف هذا الشعب بأن يقرأ له الفتحة، فدفنوا أنفسهم داخل هذه المنشآت، فهي أضرحة ملحقة بمساجد وملحقة بمدارس. ولما تمشي في شارع المعز هو متحف مفتوح في أكثر من 27 قصر، اللي تشوفت لها كبات ضريحية كثيرة جدا، وإنما هي مدارس تعليم وهي في نفس الوقت مساجد، وكانت مستشفيات برمستان، وبرضو مجمعات خاصة عن زي القاهرة اللي فيها بمرستان. إذا هذا التنوع، عشان كده بقول لك التنوع، إحنا عندنا في كل حي متحف مفتوح، عندنا في كل حي، ويمكن ده بقى ربما تكون دي النقمة اللي إحنا جت علينا، إن هوية هذا التراث إن إحنا مش مهتمين الاهتمام الكافي لكسرة هذا التراث. تخمة يعني دايما يقولوا على روما انها روما متحف مفتوح، في اطار كلام حضرتك القاهره هي المفتح، هي المتحف الحقيقي. القاهره هي المتحف المفتوح فعلا. القاهره انت لما تروحي روما هتقراي نوع ثلاث اربع ميادين فيهم اثار، لان انا درست في روما والدكتوراه بتاعتي من هناك، لكن مصر احيائها وحاراتها وازقتها متاحف. حضرتك والتداخل ما بين السكان، لو نزلتي الجماليه متحف، ده يأتي لي أي زقاق أو زنيقة هتلاقيها متحف، يعني حتى الحارة السد هتلاقي فيها أثر راعى هذا المكان. انزل الغورية متحف، متحف الغورية متحف. ده هيقود بقى للسؤال الأهم، كيفية المحافظة على هذه الخريطة الإنسانية التاريخية التراثية الأثرية. دايما كنت بقول ترميم البشر أهم من ترميم الحجر، أنا دايما دي كانت دعوتي من زمان، وأنا اهتمامي بالعمل الاجتماعي الأثري لم أكتفي بس بعملي في الجامعة كأستاذ جامعة، وإنما اهتميت أن أنا يعني أخرج للشارع وأخرج للعامة ووعي بهذا. ولذلك كنت بعمل في التلفزيون حاجة اسمها سحر المكان، وبعمل مع الإعلام الراحل جمال الغيطاني صالون دريم اللي كنا بنتكلم فيه عن أهمية هذا التراث والحفاظ عليه والقضايا التراث في العالم العربي مش بس في مصر. من هنا بقول ترميم البشر أهم من ترميم الحجر. ليه؟ الدولة ربما بتكون بتقوم بدور كبير جدا في عملية الترميم، ولكن سلوك البشر تجاه الأثر واحدة ما بتتغيرش. يعني إزاي إحنا مع ترميم الأثر لابد أنك أنت تعملي نوع تأهيل البشر، يعني قدر الله أن تكون الأثار في مناطق أهلة بالسكان. نعم. فهذه المناطق الأهلة بالسكان الناس بتتعامل مع الأثار، حضرتك انزل الغورية هتلاقي الباعة معلقين البضاعة بتاعتهم على واجهات الأثار. فهو لما يجي يركب مسامير في هذا الحجر ما تعرفيش هو قيمة الحجر ده إيه، اللي هو عمال يخبط فيه مسمار عشان يعلق فيه ملاية ولا يعلق فيه مش عارف هدوم. دي عملية أنا بعتبر إنها يعني بتهين الأثار. هو لو مدرك الأهمية مش هيعمل كده. عشان كده بقول دايما السلوك الإنساني تجاه الأثار هو اللي بيخلينا نصل لدرجة ما بنشعرش بالترميم اللي بيحدث أو بالصيانة اللي بتحدث، لأن نفس السلوك بيتكرر، نفس الإهمال بيتكرر، فبتخلي الدولة بدل ما تدفع 10 بتدفع 20، لأن ما بيواكبش ده
عملية تأهيل تأهيل للمجتمع اللي ساكن حوالين اللي عندنا نماذج. لما جينا عملنا المنطقة الدرب الأحمر والدرب الأصفر بقينا نمسك أبناء الحي نشغلهم في عملية الحفاظ، فيبقى هو مستفيد من العملية نفسها، فهو المستفيد ويفيدنا لأنه حيراعي هذا. لما بنعيد إعادة تأهيل السكان في الحفاظ على التراث، ولذلك يبقى لازم يكون في جمعيات تؤهل، ده جمعية أنا بدعو ده إنشاء جمعيات مدنية لإحياء التراث وتنمية التراث بالوعي بأهمية التراث، عشان ما تكونش الدولة في إنها عمالة ترمم وتدفع ملايين والناس عمالة تخرب وتدمر بسلوكها العشوائي مع الآثار. من خلال وجود حضرتك كأستاذ للآثار والعمارة الإسلامية في كلية الآثار جامعة القاهرة، هل ما قدمتش مثلا مشروع لوزارة التربية والتعليم للمسؤولين بحيث يكون فيه مثل هذه التوعية نبتديها من مع الأطفال مع النشء الصغير مع المدارس؟ احنا قدمنا المشروع ده من خلال الاتحاد العام للأسيا العربي. نعم. الحمد لله احنا بنشرف بنحتفي ب 26 عام على ميلاد هذا الاتحاد، بيضم 4000 أسري على مستوى العالم العربي، ده أول تجمع للأسريين. هذا الاتحاد كان معني بالآثار في الوطن العربي كله، لأن الإهمال لا مش مقتصر على مصر، الإهمال مقتصر على عالمنا العربي، والإهمال هنا مقصودش من الدولة بقدر ما هو من العامة. العامة عندها تخمة بالآثار الموجودة سواء كان في العراق سواء كان في بلاد الشام، وأديك بتشوفي دايما الفاتورة الكبيرة بتدفع هي في الآثار. نعم. يا إما تسرق يا إما يبقى الإهمال، يا إما سبوها تتداعى، يا إما لا تصان، فكل هذه أوجه الإهمال هي متعددة متعددة، ده اللي بتخلينا دايما إن إحنا بنوحد آرائنا في عملية الدفاع عن التراث بشكل عام، ليس الإسلامي فحسب وإنما التراث القومي للوطن العربي. نعم. بشكل عام. وقضايانا المهمة في هذا الاتحاد هو التصدي لكافة أنواع التعديات عن طريق الوعي، فبنعمل كتيبات للوعي، وأنا عارف إن مش الكل بيقرأ، فبنضطر إن إحنا نعمل دورات، الدورات المتخصصة دي لشباب الأسريين عشان ينزل يقعد في الحارة وعلى القهوة ويفهم الناس إن جابوهم كنز يجب الحفظ عليه، كنز يعني شارع المؤذي ده كنز. نعم. شارع الصليبة ده كنز، منطقة القلعة كنز، الدرب الأحمر كنز، يعني متاحف مفتوحة، درب اللبانة كنز، يعني أفضل عد كنوز مصر، ده غير اسكندرية، ده غير شوارع في طنطا في الدلتا، ده غير الصعيد وما العالمي، الصعيد العالمي، يعني احنا تلت آثار العالم. احنا مصر حاجة عظيمة جدا، مصر حاجة عظيمة جدا، لكن يعني مش واخدة حقها من ناحية التسويق. احنا بنعاني من السياحة وإحنا بنمتلك كل مقومات السياحة اللي لا يمتلكها أحد غيرنا. الدكتور، عن الآثار الإسلامية والعمارة الإسلامية وإزاي ممكن نطورها ونقدمها للعالم، خلينا يكون ده حديثنا ولكن بعد الفاصل. مشاهدينا أهلا بكم من جديد، وما زال في برنامج أطياف معنا الأستاذ الدكتور محمد الكحلاوي، أستاذ الآثار والعمارة الإسلامية بكلية الآثار جامعة القاهرة ورئيس المجلس العربي للاتحاد العام للأثريين العرب. أهلا بيك معنا دكتور مرة تانية، وإحنا كنا بنتكلم عن الآثار التاريخية، القاهرة التاريخية بكل ما فيها، وإزاي إنها ممكن تكون نقطة جذب مهمة للسياحة في مصر، وبالتالي مصدر مهم للدخل القومي في اللحظة دي اللي احنا عايزين ننعش فيها اقتصادنا. طيب. نقول على القاهرة التاريخية ازاي ممكن نحطها على خريطة العالم السياحية؟ ده سؤال في غاية الأهمية، يمكن الناس مش فاهمة ان موضوع تطوير القاهرة التاريخية كمصطلح ترمينولوجي مرفوض. خلينا نوضح للناس، لأنه دايما الناس بتقولك عايزين تطوير. طالما بتكلم قاهرة تاريخية يعني بتكلم قاهرة مكان له تاريخ ومسجل على قائمة التراث العالمي ومسجل ومحمي بالدستور المصري ومحمي بقوانين، إذن ما أقدرش حاجة أقول أطور التاريخ. طب نقول إيه؟ أقول الحفاظ والصيانة وإعادة التأهيل، دي مصطلحات لابد نعي تماما حق الاستخدام للأثر. نعم. الأثر لا يطور، الأثر يصان ويحافظ عليه، وإعادة تأهيل المنطقة اللي حواليه إنها ما تكونش سبب في تداعي هذا المبنى أو في
شكل سلبي أو تمثل شكل سلبي عليه، اللي هو التشويه البصري، إن أنا أجي جنب المباني الأثرية وأبني أبراج زي ما حدث للهرم النهاردة. الهرم بتلاقي النهاردة عمارات أصبحت لا تشوف الهرم إلا لما توصلي للهرم نفسه، بتحجب رؤيته. إذن البافر زون بتاع المنطقة ضاع نتيجة التجاوزات، وبعد كده الحكومة وعت إنها تبتدي تحاسب على هذه التجاوزات بأنها بتلغي الارتفاعات. إذا لما أنا أحافظ على المنطقة الأثرية وأجي أطورها، لا، إن أنا أحميها وفقا للقوانين اللي بتحميها. من هنا ممكن أنا مناشدتي كأثري وكمواطن أعي قيمة التاريخ، وبقول إن وأنا كمان يعني بعتبر شرف ليا إن أنا عضو المجلس الأعلى أو اللجنة العليا للتخطيط في مجلس الوزراء، وبقول ده وبيتسمع ده. يعني أنا كان ليا تحفظ على الحدائق، ورئيس الوزراء أوقف المشروع لحد ما يقعد معايا وزير الآثار ورئيس جهاز التنسيق الحضاري. إذا الناس بتسمع. فمهم جدا إن لما أجي أتكلم عن آثار ما بتكلمش عن تطوير، بتكلم عن صيانة، حفاظ، إعادة تأهيل. دكتور، يمكن القاهرة بسبب التداخل الكبير ما بين السكان وما بين الآثار الموجودة الإسلامية بالتحديد، بيحصل إنه عايزين يطوروا طريق، عايزين يطوروا وسيلة انتقال، جسر للربط، إزاي يتم ده؟ ده مش السبب. يعني أنا ما جيش في منطقة، يعني أنا يعني مثلا منطقة الجبانات عندنا النهاردة 7 مناطق أساسية متسجلة على قائمة التراث العالمي، ومصر تقدمت سجلتها على قائمة التراث. طيب، خلينا نوضح للسادة المشاهدين، لما أجي أقول إنه منطقة مسجلة وموجودة على قائمة التراث الإنساني، ده معناه إيه؟ وإيه الحقوق اللي بتترتب عليها لهذه المنطقة؟ الحقوق إن ما بقتش بتاعتك، ما بقتش ملكيتك، بقت ملك البشر كلهم. لازم الناس تعرف كده. أنا النهاردة بحارب عشان أسجل منطقة على قائمة التراث العالمي، لازم أعرف إن أنا بخرج نفسي كصاحب هذا الأثر من المسؤولية، بقت مسؤولية دولية. فما أجيش إن أنا بعد ما أسجل على التراث العالمي أجي وبالتأكيد يعني كل منطقة معينة يتم تسجيلها ويتم الموافقة على تسجيلها، معناها أن هي عندها خصائص لابد من المحافظة عليها. نقطة في غاية الأهمية، ما أنا مش هقدر، أنا بقدم منطقة تتحط الأول كدراسة على قائمة تمهيدية، وبعدين بيجي تبحث وبيجي خبراء من اليونسكو يبحثوا المنطقة، وبعدين في معايير وفي اشتراطات بتتوافق، يقول لك ان التسلسل الزمني في المنطقه، ما زالت المنطقه بتحتفظ بالتسلسل الزمني التاريخي اللي بيديها عبق، وفي ربط ما بين المجتمع وما بين المكان وما بين التراث. كل دي معايير قويه جدا احنا بنمتلكها. لما اجي في منطقه المقابر مثلا اللي بدات يحصل نوع من انواع مشروع هدمها، من المسؤول عن هدمها؟ يعني انا برضو خليني من خلال هذا البرنامج ان انا اشكر الرئيس الجمهوريه اللي طبعا هو السيد الرئيس اللي هو سمع للعلماء وسمع للخبراء وسمع للاثريين واوقف المشروع لحين دراسه المشروع من قبل المتخصصين. نعم، دي نقطه مهمه جدا، لازم الناس تعي تماما ان مؤسسه الرئاسه متضامنه مع علمائها، انا بقولها وبكل حق. فلما اجي النهارده رئيس الجمهوريه يوقف مشروع لإعادة دراسة نقاط مهمة، فده يأكد لنا على إن كلنا في مركب واحدة، وكلنا مسؤولين عن حفاظ وصيانة هذا الكم الهائل اللي ربنا اداه لمصر. لما أشيل المقابر النهارده وأعمل حدائق، طب المقابر سمعت بعض الناس يقول لك المقابر فيها مية، طب الحدائق حتى هتتسيب إيه؟ مش بالمية؟ يعني أنا هشيل مية وأحط مية؟ فالموضوع بالنسبة لنا موضوع، لا، أنا ضد أي تطوير في المواقع الأثرية، لأن المواقع دي خصوصا بقى الموقع ده أول موقع إسلامي في أفريقيا. نعم، في أفريقيا كلها. لما أقول ده الموقع، وبعدين النهارده لما أنا يكون عندي موقع بالعبق ده وبالتاريخ ده وأجي أغير ملامحه، يبقى أنا أفقدت مقوماته الأساسية. ممكن يخرج من قائمة ومش هتكلم عشان يونسكو، لا، مصر، بتكلم عشاني أنا وعشان هويتي، أولادي هيفقدوه، رؤيتي ليه راحت. هنا كان في تاريخ راح التاريخ، انا مش بتكلم عشان اليونسكو، انا قبل اليونسكو، انا مصري. دكتور، احنا بالتاكيد مؤسسه الرئاسه بالبيان اللي صدر من السيد الرئيس الخاص بوقف هذه الاعمال، و
كل ده الهدف منه بالتأكيد الحفاظ على الهوية المصرية، وكمان في جهود أخرى بتبذل منها الجهود البرلمانية والجهود بعض النواب اللي عندهم حس ثقافي وحس وطني. وإحنا معانا النهاردة على الهاتف واحدة من نائبات الشعب المصري، النائبة البرلمانية الأستاذة ضحى عاصي، وهي مش بس نائبة، هي صديقة وأديبة وروائية وباحثة، ليها العديد من الكتب والروايات والدراسات والمقالات البحثية، كمان هي متخصصة في التاريخ المصري. أستاذة ضحى أهلا بيكي معانا. أهلا بيكي. أهلا بيكي أستاذة صفاء. أستاذة ضحى، إحنا بنناقش النهاردة وفي حضرة الأستاذ الدكتور محمد الكحلاوي بنناقش موضوع مهم، ودكتور قال لنا لا يعني تعبير ما نقولش تطوير القاهرة التاريخية، خلينا نقول إزاي نقدر نحافظ على القاهرة التاريخية، وفي تصورك إيه هي المعايير والواجبات اللي لازم نحطها في اعتبارنا عند الحديث عن هذا الموضوع؟ طبعا ده في الحقيقة من الموضوعات المهمة جدا جدا اللي شغلت الرأي العام، وخاصة المهتمين بالأثار والتراث والتاريخ والثقافة، وهم في الحقيقة يعني خلينا نقول إن هذه المجموعة المحترمة جدا اللي كانت طول الوقت بقالنا سنتين تقريبا وبنتكلم في الموضوع، إحنا بنمثل ناس كتير وبنمثل مشاعر ناس كتير، إنه روح مصر، روح القاهرة التاريخية، دي حاجة مش ممكن تعوضها مهما كان. ممكن نعمل حاجات كتير جديدة ونوسع في حتت تانية، لكن في حاجات ما بتتعوضش. في مقابر عمرها 1000 سنة، في مقابر بتاعت شخصيات رسمت جزء من تطور مصر موجودة، ده كل ده ما بيتعوضش. فكان يعني كان صعب جدا علينا ان احنا نشوف انه الحركة بتاعت التطوير ممكن تمس روح مصر وروح مصر القاهرة التاريخية بالتحديد. يعني أنا اشتغلت فترة كمان ضحى، أنا عارفة أن ليكي جهود وقدمت يعني طلبات إحاطة وقدمت أسئلة في المجلس خاصة بهذا الأمر، قولي لنا إيه يعني كنائبة للشعب ومثقفة، إزاي ممكن نائب في البرلمان المصري يقدر أن هو يحافظ على هذا الأمر من خلال دوره تحت البرلمان؟ نمرة واحد، طبعا احنا كانوا يعني كنواب احنا مختلفين، لانه كل واحد عنده حتة افهمها اكتر، متخصص فيها اكتر. فلما يكون نواب يعني نواب المسؤولين بشكل او باخر عن الثقافة والاثار، ده جزء من صميم شغلهم، وفاهمين كمان القيمة بتاعة الموضوع ده. طبعا قدمنا طلبات احاطة، او انا قدمت طلبات احاطة، في بعض النواب برضو الزملاء قدموا، قدمنا أسئلة، حاولنا نقعد مع المسؤولين كتير علشان نقول يا جماعة ده ما ينفع وده ما ينفعش من وجهة نظرنا كمسؤولين أو كناس في الفيلد ده في المجال ده. وحاولنا يعني، وأنا كنت سعيدة جدا أنه في الفترة الأخيرة بدأت الجهود دي تثمر. فاللي بيحصل دلوقتي أنه نوقف ونشوف من أول وجديد، يعني دي خطوة أعتقد أنه بعد سنتين من المحاولات المضنية من ناس كثيرة جدا مهتمة بالثقافة، سواء كانوا نواب جوه البرلمان أو مسؤولين أو أساتذة التاريخ أو حتى شباب بيحب مصر بشكلها، مصر ليها روح وشكل، يعني ده جمالها، ده جزء من جمالها. اشتغلت كثير على فكرة في السياحة زمان، وكانت الناس بتيجي تشوف المناطق دي، هي ده الاختلاف عندهم في بلادهم، في حاجات حلوة بس مش شبه دي ومش هيلاقوها في حتة تانية. المشروع القادم، خلينا نقول لك انت عندك مشروعات ثقافية كتيرة وكبيرة، ومشروعات القوانين الخاصة بالحفاظ على الثقافة المصرية، دعم الثقافة المصرية، لو قلت لك مشروعك القادم ايه؟ وفي الحقيقة انا كنت بدأت بوضع يعني تصور لإنشاء هيئة اسمها الحفاظ على ذكرى الأمة، وبدأت وجمعت توقعات كتيرة من النواب بحيث ان احنا نقدر نقدم المشروع. ذاكرة الأمة بقى كل حاجة، يعني ممكن ذاكرة الأمة دي تبقى مثلا منديل أم كلثوم، ممكن ذاكرة الأمة دي تبقى أرشيف جريدة زي أو مجلة زي الهلال، ممكن ذاكرة الأمة دي تبقى حاجة تانية، حاجة بسيطة ممكن الناس ما تتخيلش ان لها قيمة، أو تبقى عارفة ان لها قيمة بس هي مش موجودة كمان في القوانين. يعني أنا لما اشتغلت على القوانين لاحظت إن القوانين نمرة واحد بتحمي الأثار كأثر اللي هو ما فوق 100 سنة، نمرة اثنين بتحمي المباني ذات الطرز المعمارية المميزة. طيب افرضي مثلا مقبرة طه حسين هي مش طرز معمارية مميزة ومش أثار، لكن طب إيه اللي بيحميها؟
وجدت في قانون الآثار جزئية صغيرة جدا بتقول إنه من حق وزير الثقافة إنه يقترح ما يمكن ضمه للآثار. لكن في الحقيقة مصر من كتر ما فيها من حاجات لها قيمة في يعني قيمة في القوى الناعمة وقيمة تاريخية وقيمة تراثية، مش ممكن تكون الحكاية هتبقى مخولة فقط في إيد وزير هو يقترح ناخد الحكاية دي أو ما ناخدهاش. مصر أكبر من كده، ومصر محتاجة جهاز أو هيئة أو كاملة لعمل هذا التاريخ، يعني التاريخ اتعمل ان احنا نحافظ عليه بقى. انا بشكرك استاذه ضحى عاصي النائبه البرلمانيه، وبننتظر منك ومن نواب الشعب المصري دعم مثل هذه المشروعات للحفاظ على الهويه المصريه، الحفاظ على القاهره التاريخيه كوجه من اوجه مصر، مصر الخالده العظيمه. بنشكر حضرتك على هذه المداخله. شكرا لحضراتكم، ونتمنى نحافظ على كل اثارنا وكل تراثنا. شكرا. يمكن قرار السيد الرئيس وبيانه والقرار الخاص اللي صدر قبل العيد بوقف اي اعمال لحين البت فيها ووجود وتشكيل لجنه من الاختصاصيين، اعتقد ان ده بيبين قد ايه الدوله المصريه حريصه على انه مش بس اخذ راي العلماء، لا هي حريصه على الهويه المصريه بشكلها الكامل. ما هو ده بيجعلنا ان احنا لما نيجي افحص انا مؤسسه الرئاسه عندما يلجا اليها المتخصص عشان ينقذها من مشروع معين، يعني ده مش اول مره. انا برضه هقول لك ان كان في مشروع قبل كده لفتح مقبره توت عنخ امون والبحث فيها وافقاد الهويه التاريخيه لهذه المقبره، رفعنا للسيد رئيس الجمهوريه واوقف هذا المشروع. احنا مش ضد التطوير ومش ضد ابدا الحداثه ومش ضد تجميل القاهره، ولان القاهره تستاهل، وانما انت لما تشوفي، يعني انا بقولها لك كراجل متخصص، لو رحت حضرتك شمال افريقيا هتلاقي القيروان هو القيروان اللي اتبنى سنة 50 هجرية. نعم. لو رحت صفاقس، لو رحت تونس، لو رحت المغرب، لو رحت روما القديمة، ولو رحت الأندلس، قوانين تجرم تجرم، كان بتخش البيوت النهاردة الإسلامية في الأندلس كما لو كان البيت ده لسه مبني في 210 هجرية. دكتور احنا في نهاية هذا الحوار اللي هو جزء من حوار وسلسلة حوارات هتكون ممتدة عن كيفية الحفاظ على الهوية التاريخية والأثرية للقاهرة، لأن القاهرة تستحق منا الكثير. أنا في نهاية هذا الحوار بشكر حضرتك على هذه الإضاءة، بشكركم جدا، اللي أنا عارفة أنها جزء مما في جعبة حضرتك، وواثقين ان مؤسسه الرئاسه بتدخلها والسيد الرئيس بتدخله ان شاء الله هيحصل اصلاح للمسار اللي بيتم حاليا. اتمنى هذا، واشكركم اتحتوا لي الفرصه ان انا انوه لهذه المخاطر اللي بتهدد التراث القومي المصري اذا ما تركت على هذه الشكل. في نهايه هذا الحوار بشكر الاستاذ الدكتور محمد الكحلاوي، استاذ الاثار والعماره الاسلاميه بكليه الاثار جامعه القاهره ورئيس اتحاد الاثريين العرب. حضرتك شرفتنا ونورتنا يا دكتور، ودايما هنقول القاهره ستظل مدينه الالف مئذنه بكل المصريين، بحبنا الشديد ليها. نشكركم والى لقاء قادم وحلقه جديده من اطياف.